مشهد معقد، مصر أولوياتها وقف إطلاق النار، التهدئة، إدخال المساعدات، مساعدات مش بس الأدوية، عايزين ندخل سولار، عايزين ندخل سولار علشان المستشفيات التي تكاد والمخابز التي تكاد خلاص تنفذ. محتاجين ننقذ الشعب الفلسطيني. مصر بتعمل فعلا كل ما في وسعها، مؤتمرات، مفاوضات، ولكن هذا عالم مزدوج المعايير. شكرا أعزائي المشاهدين، نتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديث.